أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو طريق النجاة في هذا العصر؟ طريق النجاة في هذا العصر وفي غيره واتباع الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما أو على مثل ما أنا عليه وأرسل. هذا طريق النجاة. طريق النجاة لزوم السنة في كل وقت وفي كل حال، تمسك بها والصبر على الأذى والمحن والفتن، فهذا هو طريق النجاة. نعم.